في البداية أشكر الله على كل شخص فيكن لأنه قرر يجي اليوم في هذا المساء، رغم نعرف صعوبة المواصلات، صعوبة الجو، رغم أنه نعرف في كتير معوقات، ولكن خلينا نتذكر بأنه الرب يسوع المسيح في يوم من الأيام شاف التلاميذ، كان على الجبل، رأى التلاميذ من بعيد في البحيرة في السفينة والعاصفة، يقول الكتاب المقدس كانت عذبن، كانوا معذبين في الأمواج. فلما رأى الرب عذاب تلاميذه جاء وهو يسير على المياه. نحن نعرف هو أمر شبه مستحيل أنه إنسان يسير على الماء، لا بل مو شبه، هو مستحيل، ولكن الله إلهنا هو إله المستحيلات. فنحن نعرف في ظروف كثيرة ضدنا، ولكن اللي نؤمن فيه أنه معنا إله المستحيلات. قل له يا رب في قلبك، اطلب منه، قل له يا رب أنت إله المستحيلات، تقدر تمشي على أمواج قلبي وتحول العاصفة اللي حولي واللي في داخلي، اللي في الخارج واللي في الداخل، تقدر تمشي على أمواجها وتهدئها. السلام أحبائي هو مو انتفاء الحرب، السلام هو مو لما يكون أوقات ما في حرب، السلام هو وجود المسيح في القلب. لأن السماء لما أرسلت الملائكة، لأن السماء في الحقيقة ما قدرت تخبي هاي الفرحة، فرحة تجسد الابن الأقنوم الثاني في الثالوث، فجاءوا الملائكة إلى السماء إلى الأرض وقالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. فإذا السلام أحبائي منذ ذلك اليوم هو سلام حقيقي، هو ليس سلام مبني على ظروف، وإنما هو سلام يأتي من وجود ملك السلام، سلام من رئيس السلام ومكمله الرب يسوع المسيح. فأنا أحب أشكر كل أخ وكل أخت قرر يجي في هالمساء لحتى يتمتع بملك السلام، ويطلب منه يهدئ الاضطراب الداخلي، لأنه نحن نقدر كل شيء في المسيح. داود النبي يقول في المزامير، يقول بك، يحكي مع الله داود النبي، يقول له بك نناطح أعداءنا. في شيء حدا قرأ هالآية قبل؟ بك نناطح، نحن نعرف فعل النطح هو فعل للحيوانات التناطح، صح؟ ولكن نحن باسم يسوع رح نحن نناطح عدونا، ونحن مو رح نغلب، نحن غالبين، لأنه هو على الصليب. أيضا داود النبي يقول أنه هو داس رأس التنين، داس رأس الأفعى. فخلينا بهالروح نطلب من الرب أنه اليوم يعطينا روح نصرة لنستقبل ميلاد المسيح. المسيح في يوم الأيام قبل 2000 سنة كمان كان جاي إلى العالم، وكان في أحشاء العذراء، وكان في آلاف، مئات آلاف الناس، ولكن للأسف الكل أغلق أبوابه، فقط قليل من الرعاة هن اللي كانوا موجودين. فخلينا نحن نكون اليوم القليل اللي نقدر نستقبل هذا الملك ونقول له أمين، تعالى أيها الرب يسوع. المحاضرة اليوم هي تكميل، ولكن هي موضوع مختلف عن المواضيع اللي تكلمتوا فيها امبارحة. امبارحة تكلمتوا بنعمة ربنا عن بشارة زكريا الكاهن وعن بشارة ابن العذراء مريم. اليوم رح أتكلم عن ميلاد يوحنا وعن ميلاد الرب يسوع المسيح. أنا ما رح أحاول أنزع على سيدنا والآباء الكهنة وعظة العيد، ولكن رح أتكلم كيف نقدر نحن نفرح في العيد.
يوحنا المعمدان أحبائي مثل ما يخبرنا الكتاب المقدس بأنه هو صوت صارخ، صوت صارخ في البرية. من حياته مئات الوعاظ، مئات الكتاب كتبوا، ونقدر نتأمل كل مرة ودائما في عنا جديد. ولكن اليوم رح نحاول نأخذ درس نستفيد فيه من أجل استقبال المسيح كما فعل يوحنا، وكان يهيئ الصوت الذي سبق الكلمة، وأيضا هو كان اللي تقدم سيده أو تقدم الرب. فنحن اليوم رح نطلب أن الرب يعطينا روحه القدوس لحتى نأخذ درس نستفاد منه. عرف يوحنا أن المسيح رح يأتي من وقت كان جنين في بطن أمه، لما ملأوا الرب يسوع المسيح وهو أيضا جنين، ملأوا بالروح القدس. من أجل ذلك قضى كل حياته وهو يعمل شيء واحد، يهيئ الطريق من أجل مجيء هذه الكلمة. من هو يوحنا المعمدان؟ أنا ما رح أعطي درس لاهوت، أنا رح أحاول كلياتنا مع بعضنا نأخذ درس عملي لحياتنا الروحية. يوحنا المعمدان هو النبي السابق، السابق اللي سبق مثل ما ذكرت الرب يسوع المسيح. ولما نقول إنه هو سابق، فتصوروا شخص كل حياته كرس لحتى يقول في شخص قادم تهيئوا لاستقباله. هذا الشخص يمكن ما له قيمة لأنه عنده واجب عم يعمله، ولكن تصوروا هذا الشخص كمية الحب للكلمة اللي عم يهيئ الناس من أجل سماعه، من أجل استقباله. تصوروا كم كان كمية الحب في قلب يوحنا المعمدان للمسيح. فلما نحن نقول إنه هو النبي السابق، ففي الحقيقة عم نحكي على قديس، نبي عظيم. امبارحة تكلمت أعظم مواليد النساء. فإذا هذا الإنسان العظيم كل عمله وعظمته لأنه كان يهيئ لمجيء سيده الرب يسوع المسيح، وكان يكرز للكل، وكان يقول يأتي بعدي. الناس كانت تتأثر. نحن نعرف يوحنا المعمدان كان عم يبشر، وصار عنده تلاميذ، 7 من تلاميذ الرب يسوع المسيح كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان. كان يعمذ وكان يتكلم وهو يوبخ الناس، ما كان عنده مواربة ولا كان عنده مجاملة ولا كان عنده لف ودوران، لدرجة أنه هو وبخ الملك هيرودس أنتيباس في وقته، لأنه كان عنده علاقة غلط مع زوجة أخيه. فنتصور هذا الإنسان كمية القوة اللي كان يمتلكها. فهو كان الناس تتبعه لأنه الكل من أيام العهد القديم الناس كلها تنتظر النبي، تنتظر المخلص. تتذكرون لما المسيح سأل، وهالقراءة نقراها في أحد تقديس الكنيسة أيضا قبل عيد الميلاد، لما سأل المسيح من يقول الناس إني أنا هو، قالوا له موسى، رميا، إيليا، أو أحد الأنبياء. فإذا الناس كانوا ينتظرون نبي، والنبي هذا هو مو بس نبي، هو مخلص، هو رح يجعل الشعب ويملكون على كل العالم. وعلى فكرة اليهود ما زالوا ينتظروه لحتى يخلين يملكون على العالم، غير عالمين أو رافضين إنه هذا الملك آتى، ولكن ملكه على القلوب، لأنه قال مملكتي ليست من هذا العالم. فكان الناس تلتف حوله تتبعه لأنه يمكن هو يكون المخلص، فصار عنده أتباع كثير. فهو وقف بكل جرأة بدون خجل. أي شخص فينا ناس تتبعه وتحبه يمكن هذا الشيء يجعله هيك ينبسط، فيحاول الناس تلتف حوله هو مبسوط. ولكن يوحنا وقف وقال أحبائي يأتي بعدي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائه. فهو وضع نفسه، قال لن أنت تفكرون أنه أنا الهدف، أنا ولا شيء، لا بل أنا مو أستاهل
أحل سيور حذاء هذا الشخص اللي أنا أهيئكن لمجيئه. فإذن الفكرة أنه يوحنا كان هو نبي ناري، ولكن هو أيضا أعلن من هو، قال أنا لست أهلا أنه أحل سيور حذاء الملك. بتعبير آخر أحبائي، في عيد الميلاد هل نحن نحتفل بأنفسنا ولا نحتفل بالمسيح؟ يعني خلينا هيك نحكي بلغة أبسط، عيد الميلاد هو في الحقيقة عيد لأنا لحتى أنا أنبسط، ولا هو عيد لحتى أحتفل بملك الملوك؟ في فرق كتير كبير. هلا لو أنا أعطي ميكروفون وأقول ماذا يعني عيد الميلاد، عملت هالشيء مع الشبيبة في أول محاضرة، كل الأجوبة كانت عيد الميلاد هو أضواء، هو مغارة، هو ثياب جديدة، هو جمعة عائلة، هذا كله أحبائي احتفال بالأنا. ولكن عيد الميلاد هو احتفال بالمسيح الذي قال أنا هو. فإذا يوحنا يعطينا من أسلوب حياته، يعطينا درس بأنه نحن نركز في عيد الميلاد على صاحب العيد. يعني تصوروا اليوم أنا عيد ميلادي، والكل موجود والكل جاء لعيد ميلادي، وقدموا الهدايا لأخوي، أنا رح أزعل، رح أقول إن هذا عيد ميلادي، طب ليش أعطيت الهدايا لأخوي؟ نحن عم نعمل نفس الشيء أحبائي. تصوروا أنا أروح لعرس وبدل ما أهنئ العريس والعروس أهنئ ناس تانيين، أكيد العريس رح يزعل والعروس رح تأخذ على خاطرة. نحن نفس الشيء نعمل. فإذا درس مهم من حياة النبي يوحنا المعمدان بأنه هو كان يشير إلى المسيح، ونحن أيضا في عيد الميلاد إذا عم نسأل أنفسنا ليش ما عم نغدر نعيش فرحة عيد الميلاد ويكون هذا العيد عيد فرح حقيقي، لأنه نحن عم نحتفل بذاتنا، وذواتنا مليانة تعب، مليانة شقة، مليانة جروح. إنسان تعبان إيش ممكن يقدم؟ رح يقدم الشقة والتعب. ولكن لما أنا أحتفل في صاحب العيد، صاحب العيد هذا رح يعطيني الفرحة، لأنه هو الفرح الحقيقي والسلام الحقيقي. فإذا يوحنا لما نقول هو النبي السابق ونرددها بالسرياني وبالعربي، في الحقيقة أحبائي نحن عم نقول لأنفسنا فيق يا إنسان، استيقظ. يوحنا هذا النبي العظيم كان يقول أنا لست مستحق أن أحل سيور المسيح، فاستحق أن يفرح في هذا الملك. واليوم نحن ما عم نفرح، ليش؟ لأنه عم نحتفل في أنفسنا وليس في هذا الملك. فإذا خلينا نأخذ درس من هذا النبي، ونتهيأ لنحتفل بصاحب العيد وليس بأنفسنا. والدليل روحوا لأي بيت في العيد، الأكلات اللي نحن مناكلها طول السنة ناكلها في العيد، والثياب اللي نحن يعني نخبي ونعمل سيفينج ماني، نخبي مصاري مشان نشتريها في العيد، والأكل الحلو اللي نحن طول السنة مناكله عندنا حلوياتنا كلها بس في العيد، صح؟ الكليتشة، فعندنا كل شيء خصوصي للعيد. فنحن عم نحتفل بأنفسنا، نحن ما عم نحتفل بملك الملوك. وبعدين نجي نعاتب الرب ونقوله يا رب هالسنة العيد كان باهت، باهت لأنه احتفلت بنفسك، ما احتفلت بصاحب العيد، لأنه استقبلت نفسك، هيأت نفسك، زينت نفسك، ونسيت أن تزين قلبك بفضيلة التوبة لحتى تستحق أن تستقبل ملك الملوك. هذا النبي أيضا أعد الطريق، ولكن كيف أعد الطريق للرب؟ في البداية لازم نحن نعرف شيء، إعداد الطريق هو شيء مو سهل. يعني على سبيل المثال شوفوا مثلا مرات شركة معينة أو الحكومة تحب تفتح طريق، إذا يكون في جبل صخور يأخذ منا وقت طويل ومصاريف كثيرة
يعني تعب لحتى ينفتح هذا الطريق. فتصوروا إذا كان هذا الطريق أنا عم أعده للرب، أي طريق لازم يكون، أي نوعية. كنت مرة عم أسوق السيارة، فكان الطريق أنا قلت مجعلك، الطريق كان هيك، فسألت شخص قلت له أي شركة عملت هذا الطريق؟ قال لي أبونا هذا الطريق بدل ما يحطوا فيه كمية إسفلت معينة حطوا أقل، فلما عدت على هذا الطريق سيارات ثقيلة مباشرة الزفت مع حرارة الشمس في الصيف اتموج. فنحن أحبائي هاي الشاحنة بسبب ثقلة قدرت أنه تنزع الطريق. فنحن نتصور ثقل مجد الله لما بده يمر في هذا القلب، أي نوع لازم يكون القلب لحتى يقدر يستقبل هذا المجد. لا تفكرون هذا الأمر سهل، لأنه حضور الله في يوم الأيام أشعيا. وأشجعك أن تقرون الإصحاح السادس من سفر أشعياء في العهد القديم. في يوم الأيام أشعياء وهو نبي انوجد في الهيكل، فرأى أذيال مجد الرب تملأ الهيكل، فلما رأى المجد قال له يا رب أنا إنسان نجس الشفتين يعيش في وسط شعب نجس الشفتين. هذا المجد العظيم اللي كان عم يملأ الهيكل خلى أشعياء يشوف حاله لا شيء. قال أنا إنسان نجس، إذا هذا النبي العظيم اللي هو كتب سفر مليء بالنبوآت يسموه الإنجيل الخامس سفر أشعياء، لما رأى مجد الرب قال أنا إنسان خاطئ. شاول اللي كان معه رسالة لحتى يضطهد الشعب في دمشق، لما ظهر له الرب في الطريق إلى دمشق وقع من على الفرس. أي مجد هو، أي ثقل هو مجد الرب. ولكن يوحنا المعمدان جاء ليهيئ الطريق، الطريق إلى السماء هو قلبي، القلب التائب. لازم يكون قلبي غير مخشوش، مثل الطريق اللي كان لازم يحطه يمكن 20 سنتي إسفلت حطوا 5 سنتي. فأول ثقل انتزع الطريق. أو شاول لأنه كان إنسان قاسي القلب يضطهد الكنيسة، فلما ظهر مجد الرب وقع من على الفرس. أو أشعياء النبي اللي هو نبي عظيم ولكن أمام مجد الرب وقع على وجهه قال أنا إنسان نجس الشفتين يا رب. فإذا أعد الطريق، لما نقول أعد الطريق ونحن اليوم محتاجين نعد الطريق إلى قلوبنا بتوبة حقيقية، وإلا المسيح ما رح يزورنا. يكفى نحن نكذب على أنفسنا ونقول خلينا نهيئ أنفسنا ولكن ما عم نهيئ، خلينا نستعد ولكن نحن ما عم نستعد. خلينا أحبائي نكون صادقين مرة واحدة مع أنفسنا. كلياتنا عنا أقنعة، نجي على الكنيسة نلبس قناع الكنيسة لحتى الناس تشوفنا كواس والأبونا ينبسط فينا، نرجع لحياتنا. خلينا نكب كل الأقنعة ونكون حقيقيين مع الله. لما جاء يوحنا المعمدان جاء لحتى يكشف هذا الإنسان اللي قلبه غير معبد بالفضائل، وبالتالي الرب ما رح يقدر يسير في هذا الطريق، وإذا صار رح يدمر هذا الإنسان، لأنه مجد الرب هو الثقل أحبائي. مجد الرب هو الثقل كبير كتير. إذا كان قلبي غير مستعد رح يكون هذا المجد سبب لسقوطي. فإذا هذا النبي أعد الطريق للرب، ولكن كيف أعده؟ في البداية مثل ما ذكرت لازم نعرف في مواجهة، في تحدي. تحدي هذا لصوت العالم. العالم يقول طب انبسط شوي في حياتك، العالم يقول طيب يعني رح تصير راهب أو رح تصيرين راهبة، طب خلص عم تصلي وعم تروح على الكنيسة، عندك إنجيل جابوا جدك يمكن من أورفا معلش ما تزعلوا مني، وعندي كتاب ما بعرف إيه، وبعدين هذا كله ما رح ينفعني أحبائي. إعداد الطريق هو تحدي بأنه أنا أكسر كل كبرياء موجود في قلبي
لحتى الرب يدخل ويسير على أمواج قلبي. في مواجهة بيني وبين العالم. العالم أقصد كل تحدياته، كل صعوباته، كل أمور تبعدني عن المسيح. فإذا هذا ما فعله يوحنا، أعد الطريق. وهو قال، هو كان عم يعمد الناس، قال نشوفوا أنا أعمدكم بماء ولكن في وسطكم. ونحن المسيح مو بس في وسطنا، هو موجود معنا، اسمه عمانوئيل. من اليوم جاء على الكنيسة وتناول، أخذت المسيح. فإذا هو حاضر معنا. قال أنا أعمدكم بماء ولكن في وسطكم. نحن مسيحيين، نحن نحمل هذا الاسم مو في وسطنا، وإنما صار هويتنا، صبغتنا. هيك يقول بولس الرسول، أنتم الذين في المسيح تمتم المسيح قد لبستم. نحن مو في وسطنا، نحن لبسنا المسيح. ولكن للأسف 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 لستم تعرفوه. هكذا يقول يوحنا، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو الذي يأتي بعدي الذي صار قدامي. فإذا في مواجهة اليوم، مواجهة عناد، أرفض. قل له يا رب اكسر عنادي. معلش هيك نغمض عيوننا وكل واحد فينا يقول له يا رب اكسر عنادي في هذا المساء. يا رب كبريائي ارميه خارجا. معلش مو تتأسف أو تتأسفين على كرامتك أو كرامتك الكاذبة، وتقول له يا رب أمام مجدك ما في أي كرامة، أمام اسمك كل ركبة تنحني، أمام شخصك كل لسان يعترف. قل له يا رب أنا اليوم أطلبك وألتمس وجهك وحضورك في حياتي. النقطة الثالثة اللي نقدر نتعلمها أيضا من حياة يوحنا المعمدان السابق، ونحن عم ما زلنا نتكلم عن ميلاد يوحنا، إنه هو إنسان اعترف بالله، اعترف بالحق. لما اليهود أرسلوا الكهنة واللاويين لحتى يسألوا يوحنا المعمدان، مثل ما ذكرتوا يوحنا كان ظاهرة في وقته، كان ظاهرة كبيرة كتير، فحبوا يعرفون إنه هو هذا اللي تتكلم عنه النبوءات، رغم إنه يعرفون لأنه كان في شروط لازم تكون يعني متوافرة في هذا النبي ما كانت موجودة، ولكن انغشوا لأنه صار وراه عدد كبير من التابعين. فقالوا له الناس اللي أرسلوهم الفريسيين واللاويين والكهنة، قالوا له من أنت؟ فهو اعترف بجرأة ولم ينكر وأقر، قال أنا لست المسيح، إني أنا لست المسيح. فسألوا إذن ماذا؟ إيلي أنت؟ فقال لست أنا، أنا مو إيلي أيضا. قالوا له أنت النبي يعني المنتظر، فأجاب لا. فقالوا له من أنت؟ لنعطي جواب للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟ قال أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريقا للرب كما قال أشعيا. فإذا قوة اعتراف يوحنا المعمدان هي دعوة لكل شخص فينا بأنه يعترف بالله ويعترف بخطيته. إذا ما كان عندنا استعداد لنحن اليوم نفتح قلوبنا وأفواهنا ونقول له يا رب أنا خاطئ. تعرفوا نحن إيش هي مشكلتنا؟ أنه نحن نقارن أنفسنا في أشخاص أسوأ منا. يعني أنا حرامي، أسمع عن حدا يقتل أقول الحمد لله أنا بس كل سرقت وهذا قتل. أنا أشرب وأسكر، أشوف حدا حشاش أقول الحمد لله يعني على الأقل أنا أقدر أوقف هو ما فيه. أنا إنسان أزني، أشوف إنسان مثلي أقول أوه أنا بس خطيئة، أنا طبيعي أنا. فإذا نحن أحبائي عندنا مشكلة في التوبة بأنه نحن نقارن أنفسنا في الأسوأ فنشوف أنفسنا صالحين. ولكن خلينا نتذكر لما نشعر بالبرد، ونحن الحمد لله كلتنا عم نشعر بالبرد في هالفترة صح؟
وفي عنا مصدر تدفئة، هو شوفاج، هو صوبة، هو سخان، أي شيء إذا موجودة في وسط الغرفة نشوف العائلة كلها ملفوفة حول هذا المصدر. تعرفون ليش؟ لأنه كل ما أكون أقرب كل ما رح أكون إيش؟ أدفى. مو معقولة مصدر التدفئة هون وأنا روح أقعد عند المصور، ما رح يجيني أي شيء. وإذا أنا أيضا أردت أن أستمتع بهذا الطفل لابد أن أقترب إليه، والقرب إليه يعني أن أرى عيوبي. فإذا نحن مطلوب منا اليوم نعترف، وإذا أنا بدي أعترف لازم أقارن نفسي بملك الملوك، أقترب من هذا الإله. في المدرسة طبيعيا أبوي كان يقول لي ابني أريد تصير مثل فلان تطلع شاطر، ما كان يقول لي تكون مثل راعي الغنم، مع محبتي لراعي الغنم. ونحن لما الموضوع يجي عند التوبة نقارن أنفسنا في أسوأ صور، وبالتالي نشوف حالنا قديسين، ونجي على الكنيسة نقعد في الأماكن الأولى ونتكلم وبجرأة. ليش؟ لأنه أنا ما كل قتلت وما كل سرقت وما كل زنيت فأنا كويس. ولكن هاي كذبة، إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكوا. الخلاص هو بيسوع وليس في شخصك. أنت وأنت ستخلص إذا سلمت حياتك للرب يسوع المسيح وتبت توبة حقيقية، ليس إذا لم تفعل خطايا. لأنه عدم الخطيئة ما رح يأخذك للملكوت. يقول بولس الرسول في الرسالة لأهل غلاطيا الإصحاح الثاني، أشجعكم تقرأوا، وأنا لما أقول أشجعكم أرجو أن تحفظوا لحتى بس تروحوا على البيت تقرأوا غلاطيا 2 الآية 21. بولس الرسول يقول إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب. يعني لو أنا أقدر أتبرر بأي شيء أعمله ما كان في داعي المسيح ينولد وينصلب ويموت ويقوم. هذا يعني أنا أحتاج أن يولد المسيح في قلبي، وأنا أولد اليوم ولادة جديدة مع المسيح لحتى أقدر أخلص. فالاعتراف هو جرأة، جرأة بأنه أنا أقول إنسان خاطئ، أقف أمام المرآة وأرى عيوبي وأعترف فيها. أول خطوة للشفاء بأنه المريض يقر أنه هو مريض، والخطوة الثانية يروح لعند الطبيب، يجي لعند الكاهن يعترف، والخطوة الثالثة ينال الشفاء، ينال الحل من الخطايا. فإذا أحبائي، يوحنا كان جريء، اعترف، اعترف بالله واعترف أنه هو لا شيء، فاستحق أن يختار حتى يكون الصوت الذي يمهد لمجيء الكلمة. واليوم إذا نحن ما كان عندنا جرأة يوحنا بأنه نعترف بخطايانا، نقر بذنوبنا، نقول له يا رب من دونك أنا ما إلي خلاص. هذا مو كلام عم أردده على فكرة، لا تفكرون أنه أنا حفظت كلمتين وجيت عم أسمع لكن هني. أنا جاي أقولكن نتعلم من ميلاد يوحنا الذي كان عنده جرأة يعترف، أنه نحن أيضا قبل الميلاد إذا عم نسأل أنفسنا ليش ما عم نشعر بميلادك يا رب؟ لأنه نحن ما عم نعترف. حدا بعت لي رسالة من فترة يقول لي المسيح عليه السلام هذا اللي نحن يشرح إيماننا عليه السلام، هذا ملك الملوك ورب الأرباب، هذا هو رئيس السلام ومكمله، هو الذي يعطي السلام وليس عليه السلام. لا بل هو السلام الحقيقي وبعده ليس سلام. فإذا يوحنا أحبائي عندما اعترف، وهذا الاعتراف اعتراف حق، يعطينا درس حقيقي بأنه نحن نعترف بخطايانا ونعترف بأنه المسيح وحده قادر أن يخلصنا وبدونه ما في خلاص. فهو صوت صارخ في برية هذا العالم يصرخ اليوم ويقول
أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. خلينا نقفل عيوننا كمان للحظات ونقول له يا رب أعطينا أن نكون نحن مثل يوحنا، أصوات تصرخ بالشوق للتوبة حقيقية، وأصوات تنشر المحبة بكل جرأة. أيضا نقطة مهمة عن حياة يوحنا أنه يوحنا كان أمين. يوحنا عرف مكانه وعرف الرسالة اللي هو جاء يؤديها، والأمانة هي فضيلة نحتاجها في هذا الزمان. أكون أمين مع نفسي لحتى أقدر أستقبل المسيح، أكون أمين وأقر وأعترف وأقول يا رب أنا إنسان خاطئ ولكن عندي قليل، ممكن تقبلوا مني؟ عندي شوية دموع. الآباء القديسين يقولوا نحن بالمعمودية بالإيمان تغتسل خطايانا، ولكن طبيعي نرجع نغلط. معقول نرجع نتعمد؟ طب شلون أنا تنغفر خطاياي؟ أعمد نفسي بدموعي، أعمد قلبي وأغسله بدموع التوبة. فإذا خلينا نكون أمناء مع أنفسنا في نقل الحق للآخرين لحتى نحن أيضا نستمتع فيه. الأمانة رح أختصر هالفضيلة في شخصية يوحنا في كلمة أو في جملة واحدة. الأمانة، إذا في حدا نايم خلي يستيقظ، رح أقول شيء مهم كتير. أخذني شيء 3 أو 4 سنين لحتى قدرت أضع هالكلمات، فرح أزعل إذا أنا قلتها وأنت ما كان عم تسمعوني. الأمانة هي الطريق الأطول والأصعب للوصول إلى البركة الأعظم وتحقيق إرادة الله في حياتي. في شاطر يقدر يقول اللي قلتوه؟ الأمانة هي الطريق الأطول والأصعب للوصول إلى البركة اللي أعد الله إلي لأكون حسب مشيئته. الأمانة تكلفني أحياناً أنه أنا أعيش فقير. الأمانة تكلفني أنه أنا أعيش مغمور. الأمانة تكلفني أنه أنا أحياناً أكون غير معروف، ويوحنا كان كذلك. ولكن تذكروا مدينة بيت لحم، هي الصغرى في مدن يهوذا يقول النبي، ولكن استحقت، هي الوحيدة بين كل مدن إسرائيل، هي الوحيدة استحقت أن تستقبل ملك الملوك. كون أمين، هيك يقول الكتاب المقدس، في القليل وأنا أقيمك على الكثير. الشيء اللي أنا لفت انتباهي اللي كتبتوه قبل ما آجي ما كان جزء من الكلمة اللي كنت محضرها اليوم، ولكن في الحقيقة هيك مثل شلون نحن في العتمة هيك تشوف لمع أو برق. يوحنا المعمدان كانت فترة خدمته لا تتعدى 2 أو 2.5 سنين رغم ذلك ترك تأثير جدا كبير. فإذا أنا اليوم يمكن ما عندي شيء كتير أخدم فيه الرب، ولكن أنا أقدر أغير. كانت خدمته الفعلية ليوحنا المعمدان على الأرض قصيرة، قصيرة يعني كوقت هي لا شيء، ولكن كانت تتميز بقوته وجرأته وعمقه وتأثيره، وأيضا ببساطة أسلوب حياته. إذن يوحنا كان قوي رغم أنه فترة الخدمة تبعه على الأرض كان جدا قليلة. أنا صار لي 22 سنة أخدم سيدنا، وأنا ارتسمنا رهبان في نفس الوقت وكهنة، صار لنا 22 سنة رهبان، وقبل 3 سنين نحن في الدير. يوحنا المعمدان عاش
سنتين ثلاثة يبشر، وبعدين هيرودس أنتيباس قطع رأسه. فإذا رغم هالفترة القصيرة إلا أنه كان مؤثر، لأنه خدمته كانت تتميز بقوته. قال للكتبة والفريسين: يا أولاد الأفاعي. كانت خدمته عميقة لأنه عمد وصار عنده آلاف الأتباع، وامتلأ من الروح القدس من بطن أمه. أيضا خدمته كانت جريئة لأنه لم يخف أن يوبخ هيرودس على الخطيئة اللي كان يفعلها مع زوجة أخيه، وكان تأثير خدمته جدا كبير في تغيير سلوك الناس للتوبة لما بدأ وقال: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. وكان أيضا خدمته تتميز بالبساطة لأنه كان يعيش في البرية، يقتات بالجراد والعسل البري، وكان يلبس وبر ثوب من وبر الإبل، وعلى حقويه على خصره قشاط من جلد الحيوانات. ولكن رغم ذلك قدر يعمل تغيير. واليوم نحن عم نقترب من عيد الميلاد، وعم قبل أحدين امبارح اليوم عفوا الأحد الماضي احتفلنا بعيد أو بأحد ميلاد يوحنا. هل نحن عم نقرأ حياة يوحنا كشخص هو ممهد؟ لما كنت عم أخدم في أمريكا قبل ما يكون في جي بي إس اللي هو الجهاز اللي يساعدنا الوصول للعنوان، كنا نعتمد على قراءة اليافطات كتير، وخاصة بلد كبير مئات الشوارع والجسور وتعقيد بالنسبة لشخص ما عاش أسلوب الحياة، كان أمر تحدي بالنسبة إلي. فكان لما بدي أزور حدا يعطيني عنوان على التليفون يقول لي: أبونا تأخذ الطريق الفلاني تمشي عليه وكذا مايل، وبعدين لما يجيك الشارع الفلاني تأخذ يمين، وبعدين لما تشوف اليافطة الفلانية تعمل يسار، وما بعرف أيش لحتى أصل إلى البيت. فكان كل اعتمادي على الكلمات اللي يعطيني هي واليافطات اللي كنت عم أقراها، الساين اللي موجودة في الشوارع. أطلع ولا أعرف أين بدي أروح ولا لأين بدي أصل، ولكن عندي ثقة أنه اليافطة اللي تقول لي هذا الشارع إذا أخذته رح ياخذك على اليمين أخذ وأصل. نحن أحبائي لازم نفهم أنه يوحنا المعمدان اختصر نفسه ورضي وقبل بأنه هو يكون علامة تؤشر على المسيح، ويقول إن ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. لأجل كل هالصفات هو تشرف بأنه يرى ملك الملوك ورب الأرباب. فإذا أنت وأنت اليوم تريد تستقبل ملك الملوك، معناته خلينا نتعلم هالصفات اللي كان يتميز فيها أو تتميز فيها شخصية يوحنا المعمدان. الدرس الثاني اللي نحن نريد نتعلمه اليوم هو عن ميلاد الرب يسوع المسيح. ما رح أطول في هالنقطة كتير، ولكن ميلاد المسيح السؤال اللي أنا يشغل بالي دائما وأسأل نفسي: لماذا لا نشعر ببهجة عيد الميلاد؟ في حدا متفق معي في هذا السؤال؟ إذا حدا متفق معي في السؤال يرفع إيده. ليش ما عم نشعر ببهجة عيد الميلاد؟ عندك هالإحساس؟ إذا عندك هالإحساس ارفع إيدك، لا تخجل، يعني مو عيب إذا أنت ما عم تشعر ببهجة عيد الميلاد. لماذا لا نستمتع بالميلاد؟ وكثير مرات الجواب نقول ايش هو؟ اوه قبل كنا كثير ننبسط لما يجي عيد الميلاد. قبل ايمت؟ ها؟ قبل ايش؟ لا، قبل أزمة كمان. لو نكون امناء نروح نسأل الناس اللي كانوا موجودين راح يقول لك ايه ايام زمان كان عيد الميلاد احسن، صح ولا لا؟ فإذا الموضوع ما له علاقة بالظروف والأزمة. تفضل.
تفضل. لما الانسان اجتمع مع اهله واقاربه بيكون بقى في عيد الميلاد على تم الاستعداد وعلى تم الواجبات. امين. لما اقاربه بيكون مشتتين في حاله ضعيف. امين، مظبوط. ولكن انا سؤالي هو اكبر من هيك. سؤالي مو وجود العائلة وعدم وجود العائلة، في زينة في الشوارع ولا الشوارع معتمة؟ أقدر أنا أروح للكنيسة وأنا لابس ثياب بسيارتي أو بتاكسي ولا ما في واسطة نقل وأخاف ألبس والدنيا برد؟ مو هذا سؤالي. لماذا لا أستمتع روحيا بعيد الميلاد؟ ليش؟ وأقول إيه زمان؟ تعرفون زمان أيمت هو الزمان؟ لما كنت طفل. لما كنت طفل كنت أستمتع في عيد الميلاد، كان أحلى وقت في السنة كلها عيد الميلاد. فإذا أكثر فئة تفرح في عيد الميلاد أحبائي هن الأطفال، تتفقوا معي في الرأي؟ أكيد. شكرا. ليش طيب الأطفال هن أكثر ناس؟ لأنه الأطفال يقول الكتاب المقدس طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. معلش نقولها مرة ثانية، طوبى لأنقياء القلب. ما سمعته؟ لأنقياء القلب. هلا في يوم من الأيام كان بدي أطبخ لما كنت عايش لوحدي طبخة معينة صعبة، فاتصلت مع أمي، فقامت أمي عطتني المقادير، طبقت الكلام اللي قالته، طلعت الأكلة طيبة. فإذا كل أكلة فيها وصفة لحتى تنجح. الوصفة أحبائي العجيبة لحتى نستمتع في عيد الميلاد هي البساطة. نحن ما نفتقده في هالأيام اللي بسببه لا نستمتع بعيد الميلاد، نفتقد إلى البساطة. أصبحنا جدا بالإنجليزي يقولون complicated، يعني معقدين. من أجل ذلك نحن ما عم نقدر نستمتع في عيد الميلاد. ولكن أي نوع من البساطة؟ هل إذا أنا كنت سوري يعني غبي معناته رح أنبسط في عيد الميلاد؟ البساطة في الحقيقة هي عدم التعقيد، ولكن هي ليست عدم الحكمة. لأن الرب يقول كلام جدا مهم، يقول كونوا بسطاء ودعاء كالحمام وحكماء كالأفاعي. فإذا البساطة هون مو أنه أنا أكون ساذج، أكون إنسان يعني ما عندي إمكانيات عقلية، أو أنا أعيش حياة اللامبالاة، لا أبدا. وإنما بإيمان واعي حكيم أهيئ نفسي وأعيش حياة التوبة، فأنا رح أنبسط وأستمتع روحيا بميلاد ملك الملوك ورب الأرباب. فإذا البساطة اللي أنا أتكلم عنها بس لحتى لا نحط تعريفات لأنفسنا، البساطة هي عدم التعقيد وليست عدم الحكمة. لما جاء الملاك يبشر الرعاة، الرعاة ناس بسطاء جدا جدا، أوكي؟ والدليل أنه عطون الشغلة اللي ما بده حدا يشتغلها في المدينة، لأنه كله بالليل بده ينام، خلي هدول الناس اللي ما عندهم شغل إذا بدهم يشتغلوا يسهروا ونحن نرتاح. فناس بسطاء هن هدول اللي لما الملائكة بشرتني يقول كتاب جاءوا مسرعين، ركض تتأكدون هل بالفعل هذا الأمر تم؟ وشافوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في مذود. الطفل يسوع موجود، الأمر مظبوط. فالسؤال ما زال مطروح، لماذا؟ لماذا أحتاج البساطة لأستمتع في عيد الميلاد؟ لأن الرب يشارك أفراحه مع البسطاء، انقياء القلب، طوبى نياله. يا فرحته الشخص اللي هو اختار يكون بسيط من أجل الرب بدون تعقيد في الخطيئة،
وأيضا لأن أسرار الرب إلى خائفيه، إلى الناس البسطاء القلب وطيبين القلب. فالإنسان البسيط هو الإنسان اللي مو يعتمد على ذاته ولا على قدراته، ولكن يعتمد على قدرة الله وعلى قوة الله، فبالتالي يصدق بأنه هذا العيد هو عيد المخلص ويبتهج فيه ويفرح. الناس يقولون مجنون؟ لا، مو مجنون، هذا الإنسان هو أعقل شخص. فإذا اللي يتكل على الله في كل شيء سيرى الله في كل شيء. أرجع أقول، الذي يتكل على الله في كل شيء سيرى الله في كل شيء، والله راح يحفظه، يحفظ حياته، ويكون راعي له، ويعلن ذاته له كما أعلن الرب ذاته للرعاة. فبشارة الميلاد أحبائي هي أعلنت لجماعة بسطاء، ولكن هالجماعة كانوا يشتغلون رعاة. فإذا اليوم أنت عم تسأل نفسك لماذا لا أستطيع الاستمتاع بعيد الميلاد روحيا؟ لماذا لا يحصل تغيير في حياتي؟ لأني أفتقد إلى البساطة الروحية، صرت إنسان معقد. قصة قريتها وأحب أشارككم فيها، تقول كان في طفلة من بنات مدارس الأحد، من الأحدية، في المدرسة، المدرسة العادية، المدرسة كانت تتكلم في درس العلوم بأنه من المستحيل أنه الحوت يقدر يبتلع إنسان، رغم أنه ضخم، لأنه العنق تبع الحوت المكان الرأس كبير كتير، هو يمكن ثلثين الجسم، ولكن المكان اللي يروح منه الأكل من الفم للمعدة هو جزء مو كتير كبير. فكان عم تتكلم هاي المدرسة في الصف بأنه الحوت ما ممكن يبتلع أي إنسان، وعم تشرح وتريد تثبت هالحقيقة للتلاميذ. فقامت هالطفلة رفعت إيدها، قالت للمدرسة تفضلي، قالت له بس نحن في الأحدية مو هيك علمونا. قالوا ليش علموكي؟ قالت إنه في الكتاب المقدس في عنا قصة اسمها قصة يونان، الحوت قدر يبلع يونان. المعلمة طبعا ضحكت وقالت له هذا كلام ناس بسطاء وأغبياء. فطبعا الطالبة ما عجبها هذا الكلام، قالت له ولكن هذا كلام الإنجيل. قامت الطفلة من زعلها قالت له بس أصل للسماء رح أسأل يونان، ووقتها رح أتأكد أنه بالفعل بلعوا الحوت ولا لا. قامت المدرسة باستهزاء، قالت له ولكن ماذا لو يونان راح لجهنم؟ قامت الطفلة قالت له وقتها أنت اسأليه. فإذا أحبائي بساطة هالطفلة أهلتها بأنه هي تجاوب المعلمة. يمكن جواب يبدو لإنسان أنه جواب هو غير مقنع، ولكن هو جواب مليء بالإيمان. فإذا أحبائي مفتاح الفرح لعيد الميلاد هو البساطة. كلمة السر لقلب الله في عيد الميلاد هي البساطة. خلينا هلأ كلتنا نخلع كل تعقيدات العالم، خلينا نوقف الآن رجاء ونخلع كل تعقيدات العالم، نخلع كل أتعاب الحياة وهمومها، خلينا كلياتنا نركع ونسجد ونقول له يا رب أرجوك زورنا. خلي نقول له يا رب تعبنا ونحن عم نحاول نوضع أضوية لحتى تنور حياتنا وتغير لون ليالينا في هذا الموسم، ولكن بعد العيد نشيل هالأضوية ونخبيها
وترجع العتمة إلى ليالينا. قل له يا رب هذا العيد أنا محتاج نور العالم يزورني ويفتقدني، أنا محتاج النور الذي لا كهرباء رح توقفه ولا بطارية رح تخلص ولا طاقة شمسية رح تنتهي ولا أي أمر يستطيع أن يطفيه، لأنه هو النور الحقيقي. قل له يا رب أرجوك ببساطة أطلبك، لا تنظر إلى تعقيدات خطيتي يا رب، لا تنظر إلى تعقيدات أفكاري، لا تنظر إلى تعقيدات حياتي، وإنما اقتحم قلبي يا رب وأولد في قلبي. أرجوك يا يسوع، قل يا رب أنا أخطأت إلى السماء وإليك، لا أستحق، أنا مستاهل يا رب أن تزورني، ولكن أنت أتيت من أجل المزدرى والغير موجود. قل له نقي آنية قلبي لتمتلئ بحضورك يا رب. أرجوك إن أحبائي ما زال عندنا فرصة ونحن عم نقترب من عيد الميلاد، عنوان المحاضرات كانت الميلاد فرصة من خلال أحداث تسبق الميلاد. قل له يا رب أرجوك ما زال عندي وقت أستقبلك، ما زال عندي وقت أهيئ نفسي وقلبي، ما زال يا رب أنا على قيد الحياة فباب التوبة مفتوح. أرجوك قل له، أرجوك اطلبي من الرب، قل له وقولي له توبني يا رب فأتوب. خليني أنظر إلى هذا الصوت وهو يقول توبوا، قل له يا رب أرجوك تعبت وأنا أبحث عن توبة في أمور زائفة، أبحث عن سلام في أمور مؤقتة، تعبت وأنا أبحث عن فرحة في أمور لا تستطيع أن تعطي أي فرح، ولكن اليوم خلي اليوم يكون يومي يا رب، خلي هذه الليلة تكون ليلة يضوي مجدك في قلبي فتولد، فأولد أنا أيضا ويدعى يدعى يدعى من اليوم اسمي ابن لك. يقول الرب تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. لا العائلة ولا الظروف ولا الأشخاص ولا الأكل ولا اللبس ولا أي شيء يريحنا، أنا أريحكم يقول الرب. يقول يوحنا في إنجيله كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله، أي الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة رجل ولا من إنسان بل المولود من الله. قل له يا رب المسني اليوم فأولد ولادة حقيقية، هيئني غيرني يا بني السماوي. أرجوك وأطلب منك كما دخلت يا رب إلى العلية والتلاميذ مملوئين خوف وقلت لهم سلامي أعطيكم، هذا السماء السلام الذي تصالحت به الأرض مع السماء. قل له يا رب اليوم أنا محتاجك أن تزورني، تفتقدني وتعطيني باسمك بداية جديدة. قل له يا رب ها أنا ذا، أفتح يدي، أفتح قلبي، أفتح ذهني وأستقبلك وأقول لك يا رب أملك على حياتي، سود على حياتي، اجعلني
مذودا مهيئا لاستقبالك. أنا الخاطئ، أنا الضعيف، اغسلني لحتى أكون مهيئ لاستقبال ملك الملوك ورب الأرباب. مبارك اسم الرب الموجود في وسطنا والحاضر معنا، يقول مالئ الكل. قل له يا رب املأني، املأني، اغسلني كثيرا، كما يقول داود النبي، اغسلني كثيرا من خطيئتي ومن إثمي، طهرني. نعم يا رب، الكلمة صار جسدا، الله ظهر في الجسد، هذا الوحيد، هذا الوحيد هو الملك الحقيقي. كل الملوك أحبائي إذا عريتوهم رح يكونوا متساويين في الشكل، إلا المسيح إذا عريتوه سترون مكتوب على فخذه ملك الملوك ورب الأرباب. إن كنت تريد أن يسود عليك الرب، قل له املك على حياتي يا ملك الملوك ورب الأرباب، بصلوات وشفاعة أمنا العذراء مريم وصلاة وشفاعة القديس النبي السابق يوحنا المعمدان، بصلوات وشفاعة القديس مار جورجيس شفيع هذه الكنيسة، وبصلاة وشفاعة كل القديسين، وباسم المسيح يسوع نشكرك يا رب لأننا طلبناك فرأيناك. أشكرك إلى الأبد. آمين.